ان شاء الله عامل مانجمنت اوف كومبايند وومن سوفت اشرس، ونعمل بعض السيناريوهات اللي ممكن تقابلنا، بنحاول نحط جنرال رولز يعني زي ما قلت لك هنا ان هو ما فيش فيكس رولز، وبالتالي يعني بتبقى المانجمنت يعتمد لحد كبير انت اكسبيرينس في المانجمنت في الحالات دي. وطبعا افكار بتبقى كتير يعني نلاقي نفس الحاله وزي ما شفنا كده كل واحد فكره معينه، اللي يقول بون ترانسبورت يقول اكيوت شورتنج يقول ماسكيلي تكنيك يقول امبيتيشن، فطبعا ما فيش يعني عمرنا ما هنتفق على سوليوشن. البولن سكشر ديفكس زي ما الدكتور امين اتكلم يا اما تروماتيك او تكون نتيجه سيرجيكال ديفلوبمنت اوف انفكشن اور تيومر، فالاختيارات يعني بتبقى محدوده في بعض الحالات زي كده، هتعمل بيليكال سكين جراف ولا بس رايز فري كلاب ولا كروس ليك كلاب او هتعمل سيريال ديفلوبمنت وستيج ريكونستكشن. السيناريو الثاني اللي بتبقى الحاله ليه وجايه نون يونايتد فراكشر في بون لوس، ومكان الفراكشر في عندك سكين جراف محطوطه ادهم تو ذا بون اندرنيث، والسكين جراف يعني بتبقى لحد ما ان هيلسي. السيناريو الثاني انفكتد نون يونيون وبريفيسلي روتيشنال سكين جراف روتيشنال كفلاب موجوده معموله، يبقى عندك مينلي وان اوف تو سيتويشنز، يا اما العيان جالك في الاكيوت ستيت في سوفت تيشو لوس في انفكشن اكسبوز اند اور لوس بون، او جاي لي بعد ما اتعمل له سوفت تيشو ريكونستراكشن جاي جولد سكين جراف ونون يونايتد فراكشر ويز اور وذاوت بون لوس بلس اور ماينس انفكشن. Traditionally, the result technique is summarized in these five steps. The debridement of the infected and dead tissues, metaphyseal osteotomy, bone transport, management of the docking site, and bone consolidation. ده الـ steps اللي بنعملها في أي result technique لما بيكون فيه bone loss. معظم المشاكل اللي بتحصل مع bone transport بتحصل في النقطتين دول. عند bone transport إن transport segment ممكن تبقى ديفييتد منك، ما تقابلش لما الدوكينج يبقى صعب، ما تقابلش السيجمنت الثاني يبقى ديفييتد في اي اتجاه يحصل ديفورمتي او الدوكينج ما يبقاش كويس، او يبقى انفاجينيتد السكين انفاجينيتد في النص وصعب تعمل ريبير تاني، او عند المانجمنت اوف دوكينج سايت ان يحصل نون يونيون عند الدوكينج سايت وانك تحتاج تعمل له ريفيجن مره ثانيه، يبقى عندك نون يونيون جديد وتحاول تعمل له مانجمنت. دي حالة هي كان اوبن فراكشر ريتينيا واتعمل له تعرض للجنين وبقى انفكت واتعمل له ديبلايمنت وانتهى في الاخر ب نون انفكتد اسيبتك نون يونيون وفي بون لوس في الريتينيا. تراديشنال ريزالف تريتمنت ان احنا بنشيل جنين ونعمل اكسجن اوف ذا اتروفيك بون امس، هيبقى عندنا فور بون ديفكت الاوستيوتومي في الميتافيسيس اللي هو بعيد الاوستيوتومي ذا فارثست فروم ذا نون يونيون سايد، النون يونيون لو ديستنت هنعمل اوستيوتومي فوق، لو النون يونيون فوق هنعمل اوستيوتومي في الميتافيس الثاني الابعد، وهنعمل بون ترانسبورت لحد ما نقفل الديفكت وتبقى هي. طيب حاجه زي كده طبعا عمل الفريم ده كان فريم وفيري ويك مش مناسب ما يناسبش الريكونستراكشن، فالكلام اللي بنقول عليه كومبليكيشنز اوف بون ترانسبورت، هو حاول يعمل بون ترانسبورت بفريم ضعيف شويه. فلاحظ السيجمنت اللي في النص راح فين؟ حصل لها ديفيشن مليت عين ومش قادر يعمل الترانسبورت ما بيحصلش الترانسبورت خالص. طبعا هي تكنيكال بروبلم بسبب ان الفريم ضعيف، لكن زي ما احنا شايفين مش قادر يعمل ترانسبورت. فطبعا حولناها لزاوف وعملنا اكيوت شورتنج وايريا كريست بون جراف واكيوت شورتنج قفلنا الجاب من فوق. وطبعا مزايا الاكيوت شورتنج زي ما الدكتور امين اتكلم ان هو الهيلنج بيبدا من اول يوم على طول، تقدر تحط بون جرافت وتخلص منه، اصبحت المشكله عندك ستريت شورت ليم، تقدر تعمل لها لينير لينثرنج بس بقت مشكله شورتنج فيه. وتبقى نهايه الفيلم. ده هيبقى الكلام على الاكيوت شورتنج اند ري لينثرنج. الفكره في الاكيوت شورتنج تو مينيمايز كومبليكيشنز اوف تريتمنت اللي قلنا عليها اللي هي مشاكل البون ترانسبورت والدوكينج سايت. هات تو شورتن ذا تريتمنت تايم. ثيوريتيكالي تو شورتن ذا تريتمنت تايم. لكن هو اكشولي انت بتحولها من نون يونيون بتحولها الى شورت ليم، فبرضه بتخش بتحتاج لينثنج اطول.
الفكره في الاكيوت شورتنج بتعمل ديبرايدمنت نفس الخمس خطوات بتوع الايه؟ النزالون بس بتشيل خطوتين بتعمل اكيوت لين شورتنج وبونج لاف ويز وزارد بونج لافتنج وتعمل لين لينسنج لينير لين لينسنج. يبقى انت بتحول كومبليكيتد لين ريكونستراكشن انتو ريلاتيفلي سيمبلر لينثنج بروسيدر. زي كده الجرافس دي هتوضحها لنا حاجه زي كده اكسبوز بون في سكين لوس سيركمفرنشال. انت بتشيل كل الاكسبوز بون يبقى عندك المنظر بهذا الشكل. هتعمل اكيوت شورتنج. طيب what is the safe limit for fracture for acute shortening؟ ده هيعتمد على الليفل اوف ذا فراكشر، soft tissue status، هل هي سنجل ارتري لينج ولا لا؟ ان soft tissue condition هتسمح لك في extensive scarring مش هيسمح لك بالacute shortening. او بعدين نقطه مهمه جدا patency of the blood supply after acute shortening، لازم تشوف البلس وتقارن البلس فوليوم بالناحيه النورمال الناحيه الثانيه، ويستحسن يبقى معاك الدوبلر، دوبلر ارتري سواء انت او بحيث تسمع البلس فوليوم، يعني انا بحط الدوبلر وبسمع البلس فوليوم. لما الاي ال اوقف الايه؟ ارجع تاني واوقف الشورت ويند. فكل حاله لازم تبقى شوت بي ايفالويتد ديفرنت. ما فيش رول. از جنرال رول في الابر ثيرد اوف تيبيا لحد 3 سم ممكن تعمل اكيوت شورت. في الميدل حوالي 3 سم بلس او ماينس. في الديستال اكيوت شورت انا عملت اكيوت شورت اكتر من كده في الاطفال بصفه خاصه، لكن خلينا نقول 5 سم. طب لو عملنا بيج ديفكت كبير قوي اكتر من السيف ليميت ممكن نعمل اكيوت شورتنج عشان نقلل المسافه الجزء اللي هو الاكسبوز، او لو عندنا فايتال ستراكشرز عايزين نغطيها زي التندون نيوروباسكولار ستراكشر المسلز هتبقى ريدندنت ممكن نشدها ونغطي بيها الجزء اللي هو الاكسبوز من التندون او الفيسلز ونسيب الباقي من المسل اكسبوز لجرانيوليشن وسكين جرافت لاين. يبقى ده بعد ما هنعمل بوستريتوري وبعدين نعمل لينسنج تو ريستور ذا لينس. الكلام طبعا اللي يحب يرجع له عايز يظهر الديتيلز في الارتكل اللي انا شرحته في 2006 في جورنال بول اند جوينت موجود فري على النت اللي يحب يعمله داونلود ويراه الديتيلز بالتفصيل. هنشوف حاله دي نرجع للحاله بتاعتنا تاني. الحالة دي أخطر تو ويكس كان دي من أوائل الحالات اللي عملتها سنة 97 اللي سيركمفرنشال سكين موم أهو سكين موس إكسبوز للتيبيا وكان ريفيرد أكشوالي فور أمبيوتيشن ميديال سايد واللاترال سايد. ده أخطر تو ويكس أخطر أكيوت شورتنينج الروم دي هي بس الرجل أصبحت فيري شورت. طبعا كان لسه في بداية التكنيك لسه الفكرة ما عملهاش ويل فورميد او ويل ديفلوب. انا خفت اعمل اوستيوتومي في الاول قلت ان هو يبقى انفكتد اوستيوتومي سايد وعملت اوستيوتومي في سكند ستيج فور ليمفو. ده بعد 6 سنين كان زي طبعا لم يستعمل فيه سكين او بون جاف مطلقا لم يستعمل فيه اي جاف. ده السيناريو الثاني اللي بنقول عليه لما يكون ديفكت كبير ده طفل هو وكان عنده سيمبل فراكشر تيبيا ولكن كميه السوفت تشو انجري كانت كبيره جدا ونوت بروبرلي ايفالويت او مانج في الاول دول بس ديبرايدمنت وسكين سوتشر. فطبعا بقى انفكتد وحصل توكسيميا الوند بعد الديبرايدمنت بقى المنظر زي كده. عندنا تندونز اكسبوز بس الديفكت كبير فشلنا جزء من التيبيا بحيث نقدر نغطي التندونز وجزء من المصل اكسبوز ما فيش مشكله. احنا عارفين طبعا لما يكون التندون اكسبوز ومش مغطي بحاجه هيحصل له ديسيكيشن ممكن يبقى سلافت ورست زي كده من لطر الفريم فيري سيمبل اهو. بعد عشان نلاحظ الشورتنج والفيبلر اوفرلاب واخدين بالنا من الاوفرلاب بتاع الفيبلر. الفيبلر كانت سليمه كسرناها عشان من تحت الاوريجنال فراكشر بتاعها كان فوق لكن احنا عملنا لها اوستيتو من تحت علشان نقدر نعمل اوفرلاب واكيوت شورتنج. اهو في جرانيشن بتتكون وسبريت ثيكنس فيري سيمبل بروسيدور. سبريت ثيكنس كينج رافت احنا بنعملها بالطوارئ ما بنحتاجش حتى كلاسيك سيرجن. ده الهيلينج اهو ورجله صغيره شويه يعني ممكن نطولها بعدين سيبها لك. ده نظر كيس السيناريو الثاني اللي قلنا عليه جاي الحال هو في بون ديفكت وسكن الجرافت ادهم. الحال طبعا الشورتنج هنا متوقع كبير اكثر من حوالي 5 سم. لو انت عملت الانسجن بتاعك لونجيتيودنال زي كده زي ما احنا شايفين هتيجي تقفل هيتحول لايه؟ هيبقى دايموند شيب استحاله هيتقفل. لما بيكون الشورتنج المتوقع اقل 3 سم واقل تقدر تعمل انسجن
هوريزونتال، فلما يبقى زي كده وتعمل شورتنج هيقفل معاك. لما بيفرض اكتر من 5 سم زي كده ده يبقى تعمله زي شيب، يبقى ترانسفير سليم على مكان النون يونيون وتعمله زي شيب بحيث تقدر تعمل ترانس بوزيشن، يبقى انت هتعرض العضله تعرض الرجل على حساب الطول، تقصرها وتخليها ايه؟ اعرض زي كده. اهو دول بيعملوا بوستيوتري من فوق، عملنا بوستيوتري. انا بحب دايما اعمل في الحالات اللي زي كده احط انترا مدرج الورق من الكالكينيوس عشان يعمل لي جايد. انت لما بتعمل اكيوت شورتنج بتبقى السوفت تيشوز او ماسلز لاكس، ما عندكش السوفت تيشو انفلوب اللي بيعمل شويه استابيليتي، وبالتالي فراجمنتس هتلعب منه. يبقى نحط انترا مدرج الواير او راش بين عشان يعمل لي جايد للفراجمنتس ما يحصلش ديفيشن. اول ما اخلص السوفت تيشو تنشن يرجع مره ثانيه اشيل الواير. فيري نايس هيلينج. تحتاج بومب لا طبعا على ما استناش بقى 6 شهور هو ده بحب. لا ما نعملش، لا المفروض اعمل له ايفالويشن على 3 شهور، لقيت مفيش ساينز راديولوجيكال او كلينيكال ساينز اوف هيلينج اعمل بومب جرافت مباشره. 3 شهور يبقى ديليت يونيون اعمل بومب جرافت طبعا. يبقى قاعده عندنا اتش كيس هاز تو بي ايفالويتد اون اتس اون تيلور ذا تكنيك تو ذا ريكوايرمنتس اوف ذا كيس. يبقى كل حاله شود بي كونسيدر ديف. انا عندي التولز الادوات بتاعتي وافصل التكنيك بتاعي على حسب الحاله، الحاله محتاجه ايه. حاله زي كده انفكت ماني لايت تيبيا وفي ساينس وطبعا ان هيلث سكين، يبقى الانسيجن بتاعي انا عملته زي ايه؟ زيت شيب بس خلاص بسلم عملتها ايه؟ اليبس، بحيث اشيل الساينس مع الايه؟ مع الانفكت مع الباقي السكين. الجلد اللي هو مش موجود مش كويس اشده، وعند الانسيجن بقى زيت شيب ده هو السيجمنت اللي انا شلتها طبعا استيميتد بالاكس حوالي 6 سم. ده كل الفراجمنتس الديد بون والبليت والسكلوز طلع الديفكت اللي عندي كام؟ 6 سم. انا دايما بعمل بون اكسجن يكون ورا الايه؟ سوفت تيشو، بحيث ما يبقاش فيه اي بون اكسبوز. يعني مثلا الديفكت في السكين مثلا 5 سم، الديفكت في البون هتلاقيه حوالي 6 سم، يبقى دايما نهايه العظمه تبقى متغطيه دايما بالاوستيوم وسوفت شويه. وعملنا اكيوت شورتنج وكلود فيري نايس كلوز وانتر بلر ريواير، حاجه ما حطناش فيها بون جرافت، لا بون جرافت ولا سكين جرافت. فيري نايس هيل ريونايتد واللينثنج من فوق زي ما احنا شايفين، زي ما احنا ملاحظين هنا ما اتحطش اي بون جرافت خالص. وي كونسوليديتد. الاكستريم كيسز بقى الحالات اللي بنسميها اكستريم كيسز باك تو ذا تراديشنز بون ترانسبورت، اللي مش هينفع فيها الاكيوت شورتنج يبقى الحل فيها الايه؟ البون ترانسبورت. حاله زي كده بايلاترال فراكشر تيبيا جريد 3 بي وجالي بعد اسبوعين، جالي المنظر ده هو ده الليفت سايد وده الرايت سايد، ده رجلين في نفس العين، هو سواق عربيه جابو ويظهر كانوا بيسابوا بعض فراح نازل في الايه؟ نازل في الترعه وجايب الرجلين دول، ده الرايت سايد، ده الرايت سايد وده الليفت سايد. الرايت سايد فيه اوبن ديستال تيبيا والليفت سايد سيجمنتال برضه، الجراح اللي هو اتعامل معاه في البدايه عمله فشيتهم يحولوا برضه الاوبن فاشن. بالنسبه للناحيه اللي هي الرايت اللي هي الديستال تيبيا انا عملت له اكسجن للجزء اللي بقى اكسبوست للديبرايفمنت، طبعا في عندنا ديفكت موجود اكسجن لجزء من التيبيا بحيث اقدر اعمل الاشيل كل الاكسبوز بون. طبعا في قاعده اللي هي ريزوف بيقولها دايما عندك العظمه اي بون هاز بروستر اتاتشمنت ليس ذان 50% العظمه اللي بروستر تيشو او سوفت تيشو اتاتشمنت لها اقل من 50% تعتبر ديد بون. يبقى لما يكون عظمه عندي اكسبوز كده ما اقولش لا ده في سوفت تيشو الناحيه الثانيه كويس، لا انا شلتها على طول بالمنشار قطعت من هنا ومن هنا وعملت بون ترانسبورت وسبت البون الوند اوبن لان هو كان البيش كان دريننج باس هيفيلي دريننج باس ايفن بعد الديبرايفمنت دول كان هيفيلي دريننج باس. فلما بيتساب اوبن فري درينج ومع الكومبريشن الباس او الانفكشن بتتحسن. الحاجه الثانيه انت لما بتعمل ديستراكشن من فوق من المعروف ان الديستراكشن بيزود التشو برفيوجن والبلاد سبلاي بيقال حوالي 300%، فده بيحسن لك السيركوليشن ديستري وبالتالي برضه بيحسن زي المقوله اللي بنقولها اللي هو انفكشن بيرنز اوت ذا فاير اوف
ريجينريشن. اهو مع البون ترانسبورت، انا ما خلصت البون ترانسبورت والدوكنج اتعمل الدوكنج ساك، لاحظ البون اكس في كونتاكت كويس جدا مع بعض، وحتى ما اللي يحصل تاهيل مع الكونسوليديشن هنلاحظ ان الوند هي قفل تماما، ما محتاجش بون جرافت ولا احتاج سكين جرافت، يعني الحاله دي لايك وزاوت ان سكين وبون جرافت. الناحيه الثانيه عملنا كلوز ريلاكشن زي ما هي كده وسكند ستشر وفريم، وده البيشنت ديورنج تريتمنت الناحيتين يونايتد زي ما قلت لكم وذاوت اني بون جرافت اور سكين. دي حاله ثانيه 32 سنه كان اوبن بيلون فراكشن اتعمل له الكي وايرز دي هو مونو لاترال اكسترنال فيكسيت وجانا بهذا الشكل. هو طبعا كان لف وكان له امبيوتيشن وهو جاي لي ديسبريت، يعني بياخد ايه راي اخير قبل ما ياخد قرار الامبيوتيشن. فطبعا عشان مفيش وقت للدسكشن فهنعملها على طول. فكان الديسيجن قلت له لا احنا هنعمل ترايل، وعملت الديسيجن حوالي 9 سم كل الجزء اللي هو لحد هنا لحد دي لحد الشمس اكسجن، كان السيجمنت دي كلها كانت 9 سم شلناها بالمنشار ونبين تحت ده التيرس، وسبت الانترا مجرد واير عشان نعمل دايت البون ترانسبورت. الشمس ده مش بتاعي، ده الشمس ده في الجهاز الاولاني، انا ما بحطش الشمس طويل كده، كنت سايب بس للاخر وشلته بعد ما خلصت. وبعدين عملنا بون ترانسبورت من فوق. طبعا انا كان فكرتي ان هو لما اعمل بون ترانسبورت السكين هينزل معايا، يعني السكين اللي هو اللي فوق هنا هيوصل لحد هنا اتليست، ان انا احسن الوضع ويبقى في جرادويشن تيشو اقدر اعمل له سبليت ثيكنس سكين جرافت حجم البلاستيك يبقى يتعامل معاه. لكن كانت المفاجاه الحقيقه ان هو ده ايميديت ده بوست اوبرتيف اهو. طب بعد ما خلصنا 9 سم وحصل دوكينج، التيبيا دخلت في التيلس اللي هي في الناحيه بنشوفها في الصوره اللي هي في الاخر على اليمين. ده المنظر بعد 3 شهور بعد ما خلصنا البون ترانسبورت. اعتقد مش هيحتاج سكين جرافت، وده طلع مش محتاج سكين جرافت، يعني كانت مفاجاه لي انا شخصيا، يعني مش بس اهل المريض، لا انا شخصيا التسعه طبعا بعد لما بتطول 5 سم تعمل ديستراكشن 5 سم، بعد ال 5 سم بتلاحظ ان السكين بيبقى ثين، حتى الهير فوليكلز بيحصل لها هايبرتروفي وتلاقي الجلد لونه احمر شويه وبيلمع نتيجه ان البرفيوجن او بلاس سبلاي بيبقى زياده قوي. يعني الحالات اللي وصلنا في التطويل فيها انا يمكن اكتر حاجه طولتها في التيبيا حوالي 11 سم. 11 سم بتبص تلاقي السكين اصبح لونه احمر خالص ثين، والهير فوليكل والشعر حتى بيكتر في الرجل، الرجل طالع فيها شعر طويل. فده بيدل على ان هو بلاس سبلاي بيتحسن، ولكن السبب في ان الجراديشن تيشو والابيثيلياليزيشن حصل مع الديفكت الكبير ده. تيك هوم مسج بقى، ذا موست امبورتنت فاكتورز فور سكسسفول لام ريكونستراكشن هاف بين جود بيشنت سيليكشن، بروبر تكنيك تشويس اند ابلكيشن. ذا تكنيك شود بي تيلور تو ذا ريكويرمنت اوف ذا كيس. No single technique is suitable for all cases. يعني احنا مش هنحشر جميع الحالات في تكنيك واحد، انت عندك تكنيكس مختلفة وكل حالة تختار لها تكنيك المناسب. شكرا.